متابعين اراء برايس، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده التي نتحدث عن كاس العالم المنظم بروسيا. نتحدث عن حظوظ المنتخب الوطني المغربي في المقابله التي سوف تجمع امام المنتخب البرتغالي. ناخذوا بعض الاراء ديال الجماهير المغربيه اللي متبعه هذا المونديال. شنو ممكن تقول على المقابله ديال غدا؟ بسم الله، السلام عليكم. بعدا نتمنوا من الله عز وجل المنتخب الوطني ديالنا يفوز، هو كما مبغيناش نتصدموا كما الماتش اللي فات، ويتصالح معنا بواحد الدوز ان شاء الله ونديروا شي ماتش زويون. هو هادشي اللي كاين صافي. انتقلوا للاخ الاخر، شنو ممكن تقول على مقابله المنتخب المغربي امام البرتغال غدا ان شاء الله؟ السلام عليكم. وبالنسبه للمنتخب المغربي نتمنوا انه يفرح كل المغاربه وخيبه امل في المباراه الاولى، وفي المباراة الثانية نتمناو على الله إن شاء الله وبإذن الله، ونتمناو من كل قلبنا لكل المغاربة أنه ينتصروا، وإن شاء الله غادي ينتصروا، والانتصار إن شاء الله بجوج لصفر إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم. السلام عليكم. نتمناو إن شاء الله الماتش اللي غيكون غدا ما بين المغرب والبرتغال، ونتمناو التوفيق للمغاربة إن شاء الله بالفوز ان شاء الله بشي حصه 2-1. نتمنى التوفيق ان شاء الله. شكرا. السلام عليكم. وبالنسبه للمباراه تاع غدا ان شاء الله غادي تكون صعيبه بالنسبه للفريق المنتخب الوطني، ونتمنى من الله ينتصروا وان شاء الله ما يكون على الخير. السلام عليكم. نتمنى تاهل المنتخب الوطني والسي بوعد تزيف ديالنا داكشي اللي دار معنا، ونتمنى ان شاء الله يكون على الخير ان شاء الله وديما مغرب. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، كنشكر الجماهير المغربيه ان شاء الله غدا ان شاء الله ديال الاربع كنساندوا المنتخب الوطني من مدينه مكناس، الجماهير ديال المغرب كاملين لا في ارض الوطن ولا خارج الوطن. ان شاء الله كنتمنوا الفوز للمغرب الوطني امام البرتغال، وكنتمنوا لهم التوفيق والدول العربيه كاملين ان شاء الله بحول الله. خويا تتمنوا من الله الخير، يكون غدا الماتش موفق للجميع، حيت حنا بالروح الرياضيه لعابي كنا قلبنا مع المغرب، غدا خصو يكون الماتش زوين. ايوا كنتمنوا من الله حد ساعد المغاربه كلهم. ايوا خويا داكشي علم ولا نقولك انا باغي نربحو بشي جوج، شي جوج للفوق كاع يبينو لنا يحمروا وجهنا قدام الخصم ديالنا. فيما يخص الماتش ديال غدا ان شاء الله اللي غيكون عند المنتخب الوطني، كنتمناو من الله انه يريكوبيري داكشي اللي فات، وغادي ان شاء الله عندي امل كبير ان المنتخب ان شاء الله غادي يريكوبيري، وكلنا مغاربه متضامنين معاه في هذه المسيره ديالو ان شاء الله. وانا عندي امل كبير في المنتخب الوطني غادي يريكوبيري ان شاء الله، وغادي يكون ان شاء الله نتيجه مزيانه اللي غتفرح المغاربه كاملين ان شاء الله. غدا بالنسبه للماتش ديال المنتخب الوطني غادي يكون ماتش ان شاء الله زوين، وتنتمناو الخير لحقاش فرقه ماشي سهله اللي غنلعبو مع هاد البرتغال، ونحاولوا غنديروا حتى حنا المجهود ديالنا. عندنا بوني كيب، عندنا دراري زوينين غيلعبوا بنفسهم، واخا الماتش اللي فات ما سعفناش حتى لاخر الدقائق وماركين على راسنا واحد البيت اللي ما كناش متوقعينه، ولكن هذا ان شاء الله غادي يكون واحد الحافز مزيان للمنتخب ديالنا، ونتمناو الخير ان شاء الله في هذه المباراه الجايه والمباراه ديال الصبليه ان شاء الله بحول الله. ان شاء الله المنتخب غادي يدير شي نتيجه حتى ان شاء الله بشي 3-0، وعلاش لا 3-0 ان شاء الله ديما مغرب.